دونك الاطفال والاشخاص المعاقين ذهنيا ولا اعاقه اخرى عانوا بحال الاخرين سينو اكثر لانهم كان عندهم صعوبات عندهم احتياجات خاصه اللي خصهم اللي رف رف رفيق اللي خصهم يرافقوا بها داك رفيق سوا خصو يكون عنده لا ديستانسيون سوسيال اللي خصو يكون داك داك لا كوفرتور ان بو باش ما يقيسش فيه دونك كان عندنا واحد حنا واحد لا بيريود باش ادابتينا مع لو مع مع باش نتجاوبوا مع الاحتياجات الخاصه لهاد الوليدات ولا هاد الاشخاص اللي هما بعض المرات كبار ولا على كراسي ولا على هذا اللي خصهم اللي يمسح لهم الكرسي ديالهم خصهم اللي يقطعوا الشانطي الا كانوا عندهم مشاكل البصر الا كان هذا دونك بالنسبه للاعاقه الذهنيه باش حيت الاتحاد الوطني للجمعيات العامله في هذا المجال ديال الاعاقه الذهنيه حتى هو من الاول دار واحد تجاوب مع وزاره التضامن مع لونتريد ناسيونال مع رئاسه الحكومه باش نعطيو لاتونسيون ديالهم على شنو هما هاد المشاكل اللي تيتلقاوها وشنو المشاكل اللي غادي يطيحوا فيها لان اي شخص ديجا الدراري عنده مشاكل الفهم ولا مشاكل ديال الاستيعاب تيوليو ولا بعض المرات مشاكل ديال الكومبورتمون سيتير تكون فعال تيكون هذا بقوه اللي جلسوا في الدار زاد داكشي تزاد لان غالبا ما تيكونش الاسره معلمه كيفاش تعامل في هذيك الوضعيه غالبا من هاد الاشخاص تيكون تفاعل بينهم بين الاسره ديالهم ماشي بحال مع لي بروفيسيونيل دونك هذاك لو مانك ديال لونكادرمون اللي كان في هذيك الوقيته ديال الاول ديال الحجر الصحي كان صعيب بزاف من بعد ولا واحد شويه تجاوب باسكو الجمعيات والاتحاد الوطني دفع جمعيات ودفع الدوله باش تشجع الجمعيات باش يكون تواصل عبر الواتساب ولا عبر فيديوهات ولا شي حاجه باش يقدر حتى داك الدري يبقى تواصل مع داك المحيط ديالو ديال الاصدقاء ديالو ديال المربين ديالو دونك التكفل ترويض ديال النطق ترويض ديال النفس الحركي دونك كانت عندنا صعوبات كبيره اللي تاخرت شويه بعين الاعتبار شويه جدي بيان شويه ولكن ماشي كيبغينا بحيث كاع الدراري اللي عندهم تما مدروس في محيط عادي مدرسه ديال هذا ما كانش عندهم حتى شي بروغرام اللي بحالهم بحال الاصدقاء ديالهم.